نروح للعبة أخرى عالمية وهي الجولف ومنافسات النسخة الثامنة أو الثامنة عشر من بطولة العالم للجولف المجنون، هو اسمه كده كريزي جولف، اللي أقيمت في إنجلترا بمشاركة هنا 129 لاعب. المنافسات دي مفروض أن هي بتقام كل عام على مدار يومين، وبينال الفائز فيها يعني أو بلقبها جائزة قدرها هنا 1250 جنيه استرليني. طبعا الرقم ده جنب الأرقام اللي لسه سامعينها حاجة بسيطة جدا، والمشاركة خليني أقول لحضراتكم بتكون مفتوحة بدون تحديد فئة عمرية، كمان ليها قواعد مفروض مرنة أكتر من الجولف العادي، عشان كده أطلقوا عليها يعني كريزي جولف.